متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم النشرة الجوية الأسبوعية التي نتحدث ونبدأها بملخص هذا الأسبوع. هذا الأسبوع يتوقع أن تستمر بعض المناطق بالتعرض للأحوال الجوية غير المستقرة، ويتوقع اشتداد هذه الأحوال الجوية غير المستقرة من جديد في نهاية هذا الأسبوع، وربما تطال أيضا مدينة الرياض هذه المرة، بالإضافة لاستمرار فرص الأمطار بشكل جيد لأكثر من مرة هذا الأسبوع في مدينة جدة، ودرجة حارة متوقع أن تكون منخفضة للغاية في بعض الأنحاء خلال هذا الأسبوع في ساعات الليل. نبدأ التوقعات الجوية بنهار يوم الأحد الذي تتعرض به أجزاء المملكة لأحوال جوية ماطرة تشمل مناطق واسعة من المدينة المنورة، أجزاء واسعة من مكة المكرمة تحديدا وجدة، بالإضافة إلى مناطق حائل القصيم والحدود الشمالية وصولا إلى المناطق الشمالية الشرقية من المملكة، كما تتعرض بعض المناطق لبعض التساقطات الثلجية احتمالا، وذلك بسبب تلاقي وتصادم هواء بارد مع آخر رطب. درجات الحرارة أيضا تكون أكثر استقرارا في المناطق الوسطى والشرقية والجنوبية من المملكة كما تلاحظون على وجه التحديد. يتوقع أن تكون درجات حرارة في ساعات الليل منخفضة، مثلا في مناطق الشمالية 3 درجات مئوية فقط، وبالتالي ارتفاع فرصة تشكل الصقيع في تلك المناطق، بينما تكون مثلا في العاصمة الرياض من 19 إلى 8 درجات مئوية. يوم الاثنين تميل الأجواء للاستقرار في عموم المناطق، لكنها تبقى باردة بشكل عام في ساعات الليل. تتحسن قليلا فرص هطول الأمطار في المناطق الشرقية من المملكة على وجه التحديد، وتكون درجات الحرارة بشكل عام يعني في الشمال مثلا من 12 إلى 3 درجات مئوية، 19 إلى 10 في الرياض، 32 إلى 23 درجة مئوية في جدة. هناك بعض الأمطار المحلية متوقعة يوم الاثنين على المناطق الساحلية، سواء سواحل جدة أو الليث أو حتى القنفذة أو حتى شمالا سواحل ينبع، تكون على شكل خريج بحرية في نطاقات جغرافية محدودة، وبالتالي أغلب هذه الزخات المحتملة قد تكون على شكل زخات محلية متباعدة زمنيا وجغرافيا، مع بقاء الأجواء مستقرة في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة. يوم الثلاثاء لا تغيير كبير متوقع، تبقى فرص الأمطار على السواحل الغربية مما فيها جدة على شكل زخات محلية من الأمطار ما بين الحين والآخر. في المناطق الشمالية تكون أجواء صافية لكنها باردة جدا في ساعات الليل، تهبط إلى درجتين مئويتين فقط، وبالتالي تشكل الصقيع وارد في هذه المناطق. 21-11 في العاصمة، و 22-13 في المناطق الشرقية، و 20-11 في مناطق جنوب غرب المملكة، مع أجواء مستقرة عموما في أغلب المناطق عدا السواحل الغربية للمملكة على وجه التحديد. يوم الأربعاء تتحسن فرص الأمطار بعض الشيء في المناطق الغربية بما في ذلك جدة، وربما تصبح فرص الأمطار أفضل وتشمل أيضا مناطق أوسع، وقد تكون أغزر مما عليه الحال أيام الاثنين والثلاثاء، لكن الطقس مستقر في باقي المناطق، مشمس إلى غالبا مشمس مع درجات حرارة متدنية في ساعات الليل خاصة في الأجزاء الشمالية والأجزاء المكشوفة 3 درجات مئوية مع فرص تشكل الصقيع، تكون على نفس النحو درجات حرارة في باقي مناطق المملكة بمشيئة الله تعالى. أما يوم الخميس فمن المتوقع أن تشتد الأحوال الجوية غير مستقرة من جديد، تبدأ في المناطق الجنوبية الغربية والمناطق الغربية من المملكة، درجات حرارة يتوقع أن تبقى على نفس النحو، لكن فرص الأمطار جيدة في جدة والمناطق الجنوبية الغربية من المملكة، بينما تكون وتبقى الأجواء مستقرة في باقي المناطق مع بقاء درجات الحرارة على ما هو عليه، وتنتشر هذه الأحوال الجوية غير المستقرة يوم الجمعة لتشمل العاصمة الرياض، المناطق الغربية بما في ذلك جدة، جنوب غرب المملكة، وبعض الأجزاء الشمالية من المملكة على موعد مع اشتداد وعودة جديدة لهذه الأمطار بمشيئة الله تعالى، ولكن طبعا بسبب فرق المسافة الزمنية يتوقع أن تبقى هذه الأحوال الجوية حتى اللحظة تحت المراقبة إجمالا، وتبقى فرص الأمطار موجودة وواردة، ولكن التفاصيل الدقيقة يعني يجب أن ننتظر أكثر حتى نستطيع إعطائها بشكل دقيق. إذن هذا هو طقس الأسبوع في المملكة متوقع بمشيئة الله تعالى. أتمنى لكم أسبوعا سعيدا مباركا أينما كنتم، دمتم بخير جميعا، إلى اللقاء.